عمرو أديب لإدراعي انتظر أفعال مصر بالخطأ برضو. أثارت قذيفة إسرائيلية إصابات بالخطأ موقعا مصريا قرب الحدود جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الناشطين وإعلاميين خلال الساعات الماضية، فقد وجه الإعلامي المصري عمرو أديب رسالة حادة اللهجة وجهها إلى النطاق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك عبر تغريدة في منصة إكس أو تويتر سابقا اليوم الأحد. وكتب أديب الرسالة قائلا: الرسالة وصلت، ومصر مش هتوقف المعونات، ومصر مش هتسيب الفلسطينيين، وانتظروا بقى الأفعال المصرية اللي هتكون عن طريق الخطأ برضو، وذلك في إشارة إلى أن الحادث لن يوقف دعم الفلسطينيين في القطاع، ملمحا إلى أن الحادث كان متعمداً.